احنا فريق لقاح شلل الاطفال فريق سوريا لحمله لقاح شلل الاطفال. احنا عملنا صار لنا سنتين من اول 2014 عم نشتغل على الارض في حمله لقاح شلل الاطفال، وعدت علينا فترات كان الامر منظم وكنا ناخذ حقوقنا. الفتره الاخيره تغير الكادر الاداري تبع الحمله، فاجوا ناس ما هن اهل نهائيا لهذا العمل. ثلاثة 2016 الطيران الحربي يستهدف ريف اللاذقية وريف جسر الشغل الغربي والقنابل العنقودي. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى الآن أكثر من 6 غارات تستهدف ريفي اللاذقية وريف جسر الشغل الغربي. لحشيت اي 3 4 4 لحشيته. الله اكبر. لحشيت شحك شفتون. ضاعوا مني دو. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. إلقاء البراميل المتفجرة على بلدة خان الشيح. الله أكبر. الله أكبر. 23/3/2016 مهارات جوية على قرية بالا. Thank you.
اسمي نايف العبود، عضو في فريق اللقاح في مدينة عزاز. أنا دوري باللقاح ملقم. الحمد لله كان أول يوم وفي إقبال جيد. نتمنى من الأهالي التعاون أكثر معنا، واللقاح آمن 100% تمام. والعمر من 6 أشهر حتى 15 سنة. اليوم الحمد لله رب العالمين قمنا صرنا نسجل الأطفال مشان حملة لقاح العصبة، والحمد لله لقينا قبل من أهالينا كثير كويس، واللقاح مستمر الحمد لله، والأطفال كلهم جيدين، ونطمن أهالينا أنه ما في أي خطر طاول، وأنه يبعثوا أولادهم اليوم من هون لعشرة أيام. والله يعطيكم العافية. كان خير كامل، بنصح كل الأطفال يجوا لأني ما بوجع. السبب الرئيسي ارتفاع الدولار، يعني سبب الحروب في هالبلد. اليوم صار لها حرب، يعني صار طويلة الأمد، اليوم صار لها 5 سنين. بشكل عام ارتفاع الدولار اليوم يعني أثر على دخل المواطن بشكل كبير ماكن، يعني على عامة الناس بالذات البسطاء يعني في هالبلد. ايه يعني صار دخلهم اليومي بسيط جدا، والمعيشة صارت عليهم غالية ماكن، يعني صار يعتمدوا على الشغلات الأولية اللي في البيت، المنزلية مونة والشغلات المعونة والشغلات هاي. السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وانهيار العملة السورية عدم الثقة بالعملة السورية نهائيا، وخوفا من النظام ينهار بأي وقت، يعني الناس متوقعة بأي وقت ينهار النظام. وبالنسبة للتأثير طبعا في تأثير، لأنه بيؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية بشكل عام. أوكي دكتور.